بك تحياتي لك وللساده المستمعين انا حاليا متواجد ضمن مناطق شمال غرب سوريا التي تخضع لسيطره المعارضه السوريه في مدينه جنديرس تحديدا المدينه التي تعتبر الاكثر تضررا في مناطق شمال غرب سوريا من الزلزال الاخير الذي وقع في هذه المنطقه. نعم اليوم اليوم الثامن من حدوث هذا الزلزال المدمر والذي ذهب لحد الساعه يعني في حدود تقريبا 38 الف ضحيه بين تركيا وسوريا وربما ايضا الحصيله مرشح للارتفاع كيف يمكن وصف هذه الايام التي قضيتموها بين الانقاض وبين الاموات؟ بدايه انا كشخص موجود ضمن هذه المناطق فقدت سبعه من عائلتي سبعه اطفال وامهم وابيهم. حقيقة لحظات الكارثة والزلزال لا يمكن وصفها بكلمات أمر فظيع يعني كانت المشاهد وأنت تشاهد الأبنية تتهاوى يمنة ويسرى تنتشل الأطفال وتساعد الآخرين في إنقاذ المدني الدفاع المدني السوري والتي هي المسؤولة الأولى عن انتشار الضحايا وأنقاذ المصابين كانت عاجزه امام كبير جدا كبير جدا والمعدات والامكانيات كانت قليله جدا مع الاسف الاهالي تضافرت مع بعضها تكاثفت الجهود لانتشال بعض الاحياء من الاخير صديقي حقيقه لا يمكن وصف هذه اللحظات بكلمات الكلمات تقف عاجزه امام هول المشهد طبعا خلال هذه الفتره وبعد مرور اربعه ايام حتى وصلت قليل جدا من المساعدات الخارجيه للداخل السوري مساعدات تعتبر خجوله جدا في اليوم الثامن وحتى هذه الساعه لم تصل معدات حقيقيه تساعد فرق الانقاذ لانتشال الضحايا فقدنا الامل انقطع الانين، فقدنا الامل بوجود احياء ضمن هذه المباني المدمره بفعل الزلزال الاخير الذي ضرب هذه المناطق. نعم لحد الساعه الان لا في سوريا ولا تركيا يعني كاين معاناه فيما يخص يعني تلقي المساعدات. وبالاخص في المناطق السوريه التي تسيطر عليها المعارضه يعني كيف ممكن وصف الاجواء حاليا في ظل هذا الحصار المطبق سواء من النظام السوري وحتى احيانا من قبل الاتراك على الحدود حقيقه سيدي الكريم الذي نتحدث عنه الان في هذه المنطقه منطقه عانت كثيرا وكثيرا جدا من انتهاكات قوات النظام وقصفها للمدنيين سواء في محافظه ادلب او مناطق ريف حلب او ريف حماه وغيرها. بالنسبه لموضوع دخول المساعدات قدمت بعض المساعدات كاستجابه سريعه اغاثيه من المملكه العربيه السعوديه وايضا من جمعيات خيريه تركيه كانت السباقه في وصول المساعدات الهلال الاحمر القطري دخل يوم الامس بوفد كامل أه تحاول هذه أه الجمعيات الخيريه والمساعدات أه التخفيف من معاناه المدنيين حقيقه في أه مناطق المنكوبه من الزلزال لكن حتى اليوم أه بما يخص مساعدات ممكن ان تساعد في انتشال أه الضحايا أه في انقاذ أه مصابين في الايام الفائته حتى الان الاليات والمعدات لم تصل الى مناطق الشمال السوري بالتحديد مناطق شمال غرب سوريا مناطق سيطره المعارضه السوريه لم تصل حتى الان معدات حقيقيه لانتشال الضحايا في يوم امس حذرت محمد يعني عدم وصولها هل هو نتيجه يعني عدم وجود منافذ ام ميز من حيث تقديم المساعدات؟ حقيقة لا نعلم ما السبب الرئيسي وراء هذا الانقطاع الكامل من العالم كامل عن الوصول لمناطق شمال سوريا المعابر هي معابر مفتوحة دخلت مساعدات المعابر بين الحدود السورية وتركيا دخلت مساعدات البارحة من المملكة العربية السعودية دخلت وفود من الهلال الأحمر القطري الجمعيات التركية تدخل عبر المعابر آه لا تزال آه عبر معبر باب الهواء الذي يعتبر معبر رئيسي في هذه المناطق لا تزال آه إغاثة الأمم المتحدة المجدولة سابقا لا تزال مستمرة بالدخول عبر معبر باب الهواء الحدودي لا نعلم آه لماذا تخاذل آه العالم آه إن صح التعبير بشكل كامل آه عن مساندة السوريين في هذه المحنة لا نشك أن آه الجميع آه يقف مع الشعب السوري لكن المساعدات لم تصل بشكل حقيقي مساعدات ممكن ان تخفف من المعاناه لم تصل هي تعتبر خجوله وخجوله جدا لو وصلت المعدات لو وصلت الاجهزه المتطوره للبحث عن مصابين وناجين تحت الانقاض لو وصلت اليات لانتشال الضحايا كان من الممكن ان ننقذ ارواح كان من الممكن ان نقف بجانب الشعب السوري لكن للاسف لم تصل هذه المعدات والاجهزه المتطوره ومساندة الشعب السوري حاليا الشعب بقي منكوبا وحيدا حاليا مراكز اللواء هي بحاجه لكافه مستلزمات الدعم انا منذ قليل كنت في مدينه عفرين وعلى الطريق الواصل بين مدينه عفرين ومدينه جنديرس لا زالت حتى اليوم عائلات تسكن تحت الاشجار بعد الزلزال الاخير الذي ضرب شمال سوريا لا يمكن وصف المعاناه التي يعيشها الشعب السوري الان ضمن هذه المناطق. حقيقه يعني هو التعب النفسي امر عظيم جدا لا يمكن حقيقه وصفه لان الناس كلها تعبانه نفسيا وصلت لدرجه من الياس كبيره يعني كان هناك أمل في الأيام الأولى من الزلزال أن, أن تصل المساعدات أن يتم إنقاذ من أصيبوا لكن بقيوا وحيدا في بعد ثماني أيام الشعب ما زال بحاجة للدعم حتى يومنا هذا بحاجة للدعم نفسي بحاجة لوقوف الشعوب مع الشعب السوري بحاجة للكثير من الحاجات الأساسية التي يحتاجها كل إنسان نحن نعمل على الحفر بالايادي الحفر كما يطلق عليها يعني القزمات والادوات الحفر البدائيه بقينا يوم كامل نعاني بشكل كبير جدا لان الفرق المتخصصه بهذا الموضوع هي فرق الدفاع المدني ادت واجبها لكن كانت غير قادره على استيعاب كافه المناطق التي تعرضت لدمار بهذه المناطق المنكوبة كنا حريصين على أن نبحث عن الأهالي أن نبحث أن نساعد الفرق أن نوصل المكان وبنفس المكان كنا نوثق بكاميراتنا وعدساتنا كي نوصل الصورة للعالم الصورة المؤلمة جدا يجب أن تصل بأي طريقة فكنا حقيقة نعزي بيد ويد أخرى توثق وتوصل الصورة للعالم نعم زميل محمد عبيد حدثنا من الشمال السوري على الحدود التركية كنت مباشرة معنا شكرا جزيلا لك ودعواتنا لكم شكرا لكم ولجميع من يتابعكم شكرا لكل من تضامن مع الشعب السوري